من مجموع ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رمضان وصفدت الشياطين، التصفيد يكون بالأغلال، تكون في الأعناق، وسلسلة السلاسل في الأيدي وفي الأرجل، سلسلة وصفدت. ولذلك في الرواية الأخرى قال: وتغل. والتصفيد يكون للشياطين وللمردة، للشياطين بعمومهم وللمردة.